سلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بتلعب بالفلوس لعب، شحاتة الصبح وبالليل مليونيرة، ده جزء من اللي اتقال على أم رودينة ورودينة أبطال التيك توك. ايه حكاية أم رودينة ورودينة؟ ازاي كسبوا ملايين من التيك توك؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. أنا بحبكم جدا يا إخواتي، وعايزكم تقفوا جنبي، إن ربي بنتي بالحلال ويا حبايب قلب أم رودينة. أم رودينة واحدة من أشهر مستخدمي التيك توك في مصر، مشهورة بكبس وشير للخلايجة. بيحكوا عنها إنها واحدة من قلائل في مصر ابتدعوا حكاية الشحات على التيك توك، وعلى كلامهم مش بتشحت في الشارع، لا دي بتشحت عن طريق السوشيال ميديا وبالتحديد تيك توك. بتطلع عليه تعمل لايف وهاتك يا شحاتة، تطلب دعم وهدايا من جمهورها ليها وبالتحديد الجمهور السعودي. أم رودينة من شهرتها وحكايتها الكبيرة كتبت فيها المواقع الإخبارية تقارير بترصد فيها حياتها. اتقال نصا انها قدرت تسحب فلوس من متابعينها عن طريق الشحاته بالطريقه الجديده، بتطلب من الاغنياء فلوس عيني عينك كده علشان بس ترضى تطلع في فيديوهات تاني وتفرجهم على نفسها، ده على عهده موقع الدستور الاخباري وهو اللي ذكر كده في التقرير ليه. أم رودينة اتقال إنها جمعت والدتها من فيديو 1 مليون جنيه. أم رودينة كسبت كل الفلوس دي من غير مجهود ولا أي حاجة خالص، كل الحكاية إنها طلعت على تيك توك وعملت لايف، فضلت تشحت فيه بطريقتها دي وبأسلوبها الغريب. أم رودينة مكسبها كله في السر في ذكر بط. أيوة بالظبط كده، أنت سمعت صح. أم رودينة في بدايتها خالص كانت بتطلع بذكر من على سطح بيتها، وشكلها ده وطريقتها كانوا لافتين نظر الجمهور جدا. بقت مرة واحدة من سيدة بيت محدش يعرفها، لوحدة كل الجمهور التيك توك في الوسط العربي يعرفوها، وبدل ما بتعدي الشهر كله بدون ما تكسب جنيه، لوحدة في اليوم الواحد بتكسب أكتر من 30,000 جنيه، وده وفقا للي بيتقال عنها على السوشيال ميديا. أم رودينة في اللايف اللي بتطلعه بتقوم تندب وتلطم وتعيط وتتنطط بحركات بهلوانية تخليك تقول مين الست دي وبتعمل كده ليه، وده طبعا عامل جذب للجمهور اللي شافها في البداية سيدة غريبة وحاولوا يعرفوا مالها هي ووالدتها. أم رودينة ورودينة فهموا الجمهور إن عليها ديون 300,000 جنيه وإن والدها محبوس بسببها، فطلبة من الناس يساعدوها، وواحدة واحدة بقت العملية فتحت معاها ولقت الحكاية سهلة وكسبت من وراها فلوس حلوة. رودينة وأم رودينة بيستغلوا الصعبانيات، تتصعبن عليك تقوم وإنت بتتفرج على اللايف بتاعها اللي محتوى غير هادف، تبعت لها وردة أو أسد مثلا أو نمر أو صقر وتتفاعل معاها، ومع كل تفاعل العدد بيعد فلوس. أم رودينة والحق يتقال اللايف بتاعها ملوش آخر، اتقال عنها إنها بتدخل اللايف من هنا ما تعرفش هتخرج منه إمتى، مفتوح كده على طول وطول اليوم تعيط وتولول، وبالليل تكون آخر فرفشة ونعنشة، تنبسط بالفلوس اللي كسبتها من الناس وعايشة حياتها بالطول والعرض. كل موهبتها في الحياة إنها شاطرة بس في الشحاتة على الطريقة الجديدة، طريقة لايفات التيك توك واليوتيوب. في النهاية إيه رأيكم في المحتوى اللي بتقدمه أم رودينة؟ وهل ترضوا تكونوا من جمهورها؟ في انتظار رأيكم في التعليقات.